لما عرفت انه انت كنت بتقول انه يعني السوشيال ميديا الصحافة اتكلمت عن علاقة انت وصفتها انها سقطة في حياتي، يعني مش عايز اتكلم عنها، سقطة من سقطات حياتي. بصي برضو هكلمك، ما قلتش والله للأسف، للأسف يعني طلعت مع زميلة وانا متضايق منها جدا جدا. بس ما تقولش زميل، عارف اللي هو انا لما بيرعيش ربنا غير زميل. انا بقول لك هو تصريح من عندي. طلعت مع مذيعة ملاذ زميلة للاسف الشديد جدا، يعني انا اتكلمت معاها بحسن نيه، حرفوا الكلام بتاعي عشان نعمل سكوب، حرفوا الكلام بتاعي، ومش كده كمان يعني اتكلمت في حرمه ناس ونزلوا التصريح، راحوا منزلين صورتي وصوره انسانه على الفيديو وانا ما جبت سيرتها. انا بقول انا كنت في فتره من فترات حياتي مش متزن نفسيا، ممكن اكون ما قلتش العلاقه، بقول ممكن اكون انا كان ربنا مش راضي عن الفتره دي، ممكن اكون انا ما كنتش ماشي كويس، انا ما كنتش متزن خالص. وهسمعك فويس زمان بعت لك اقول لك قد ايه والدتي حتى كانت زعلانه عليا، تقول لي انت يا عمر وبتنام مش عارف ايه وبتاخد كده ليه عشان انا عايز اسمع بقى كمان الفويس نوت دي. بس هبعت لك هنتكلم اكتر في الموضوع ده.